الكبرى ليس فقط على السياسيين بل وحتى على المواطنين أيضا. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صباح زنجنة، جزيل الشكر لك على المشاركة معنا في جولة حياكم المساء. الله شكرا لكم. جولة المساء من بغداد. أمنيا توعد رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله برد سريع ضد بقايا الإرهاب. يار الله شدد خلال تفقده موقع الحادث الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط الحراسة للجيش في منطقة كشكول الصغير ضمن قاطع عمليات ديالة على القطاعات العسكرية الماسكة، شدد بتكثيف الجهد الاستخباري والحيطة والحذر وتفويت الفرصة على الإرهابيين من إرباك الأمن في محافظة ديالة وتعزيز مستوى الانتشار العسكري في المناطق التي تشكل تهديدا على استقرار المحافظة. ميدانيا، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى الرحيل إطاحة بشبكة أجنبية